استمريت عميد الكلية حتى صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين عضو مجلس الشورى في دورته الخامسة في 3/3/1430. وصلني اتصال حقيقة، اتصال كريم وعزيز على نفسي واعتز فيه الحقيقة، من الملك سلمان حينما كان وزيرا للدفاع الله يسلمه. اتصل علي يهني ويبارك وسألني قال أنت من فين؟ قلت له أنا من بيشة. قال والله أنك فرحتني يوم قلت أنك من بيشة. هذا العبارة نعتبرها الحقيقة وسام اعتزاز وفخر على صدري وتاج على راسي، من يعني سيدي حفظه الله.